السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في الكمالة ديال الفيديو السابق اللي تعرفنا عليه على شنو كنعنيو بالديستراكتوري. حنا في الفيديو السابق قلنا انه الديستراكتوري عبارة على واحد الطريقة سهلة باش انك تعرف الخصائص ديال واحد الاوبجيكت معين، وقلنا انه في تاني حاجة هو انه تيختصر بزاف ديال الوقت، وقلنا ان الطريقة ديال الكتابة ديالو هي كالتالي، وانك تقول لي مثلا كونست ولا ليت ولا الفار، وكتجي جوج ديال المزدوجات وكتقول لي يساوي السمية ديال الاوبجيكت. يعني شنو كيعني بالسميه ديال الاوبجيكت؟ هو الاوبجيكت اللي غادي يجبد منه الخصائص ديالو. وقلنا انه في الداخل ديال المزدوجات كتكتب السميه ديال الخاصيه كما هي، انتم هنا فيرست نيم لاست نيم، ونجي هنا نقول مثلا كونسول دوت لوج فيرست نيم. بالنسبه لهادشي اللي شفناه في الدرس السابق، في الدرس شنو غادي نشوفو؟ غادي نشوف واحد المجموعه ديال الحوايج اللي كيوفروهم لنا الديستراكتورينغ، اللي كنا كنديروهم بواحد الطريقه ومن جا الديستراكتورينغ ولنا كنديروهم بطريقه واحده اخرى عن طريق الديستراكتورينغ. حنايا من قبل بالطريقه العاديه كنا انه الا بغينا نزيدو واحد الخاصيه في واحد الاوبجيكت معين كنا كنقول ليه التالي، كنقول ليه النوتيشن او كنقول ليه بطريقه تاع البراكيتس، يعني كنقول ليه السميه ديال الاوبجيكت وكنقول ليه السميه ديال الخاصيه اللي بغينا نزيدوها انتوما، وكنمشيو لهنايا انتوما نقول ليه مثلا كونسول دوت لوك بيرسون هنايا، وبهكا كنكونو كنزيدو خاصية فصل الأوبجيكت، كنقول ليه سالاري هنايا غادي يعيشيني أنديفايند. علاش كيعيشيني أنديفايند؟ حيتاش قلنا أنه القيمة ديفولت اللي كتعطيها الجافا سكريبت لواحد الخاصية أو لواحد الفاريبل عرفتي أنت ما عندهاش قيمة هي أنديفايند. يعني جينا هنايا وقلنا ليه بيرسون دوت سالاري هنايا وقلنا ليه يساوي 50، غتلاحظ أنه في الكونسول غادي يطبع ليا 50. يعني هادي هي الطريقة القديمة اللي كنا كنعرفو بها أو لا كنزيدو بها واحد الخاصية في الداخل ديال واحد الأوبجيكت معين. كيفاش أننا عن طريق ديستراكتورين كنقدرو أننا نزيدو واحد الخاصية في وسط واحد الاوبجيكت معين؟ هادشي اللي غادي نشوفو دابا. قال لك الا بغيتي انك تزيد واحد الخاصيه معينه عن طريق ديستراكتورين، قال لك كتمشي للمزدوجه ديالك كدير فاصله وكتجي السميه ديال الخاصيه اللي بغيتي تزيد. يعني مثلا تخيل معايا انا سالاري ما بغيتش نزيدها بطريقه تاع النوتيشن، لا بغيت نزيدها بطريقه تاع ديستراكتورين، قال لك كتمشي هنا كتكتب هنايا سالاري واجي نديرو كومنت لهاجي ومشيو لهنايا. بما اننا هنا خدام ديستراكتورين يعني ما بغيناش اننا ناكسيسيو عن طريق الاوبجيكت، ونديرو هنايا سيف واجي نشوفو شنو غادي يطبع لينا في الكونسول. ها انتما انه طبع لينا نفس النتيجه تاع القيمه ديفولت اللي هي انديفايند. دابا الا بدي عشيها واحد ديفولت فاليو، يعني هنايا قلنا لي حنايا بيرسون دوت سالاري يساوي 50، الا بغيت نجي نفس الحاجه هنايا قال لك انه كتجي نفس الطريقه. يعني شنو كيعني بانك تجي نفس الطريقه؟ كتمشي في الداخل ديال المزدوجه ديالك كتقول ليه سالاري يساوي، هنايا كتعطي ديفولت، انتما كتعطي هنايا ديفولت فاليو. يعني هذه هي الطريقه. يعني شنو كيعني بديفولت فاليو؟ مثلا عطيه هنايا مثلا 1500 ونجيو هنا سيف، وغتلاحظوا انه في الكونسول غادي يطبع ليا 1500 وبكل سهوله. يعني شتي شحال ديستراكتورين كيسهل علينا الخدمه. دابا تخيل معايا انه مثلا هنايا جيت عند سالاري هاجي، قلنا حنايا شنو قلنا في الدرس السابق؟ هو انني نقدر نعطي لاي خاصيه نيو نيم. يعني مثلا فيرست نيم نقدر نجي لهنايا ونجي جوج ديال النقط ونقول لي مثلا هنايا اف نيم، هانتوما هذا هو اسم مستعار جديد ديالها، نقول لي هنايا مثلا هنايا اف نيم، وهنايا غتلاحظ انه غادي يفهمني انني طلبت احمد، هانتوما احمد 1500. ولكن هاد سالاري عطيت انا ديفولت فاليو، الا بغيت نعطيها واحد سميتو واحد الاسم مستعار كيفاش غادي نجي لها؟ مثلا بغيت نعطيها اس، هنا تيقول لك انها سهله وبزاف. هنا كتجي قدام سالاري كتجي جوج ديال النقاط كتقول ليه السميه ديال سميتو، السميه المستعاره الجديده او السميه الجديده ديالو، وكتقول ليه يساوي 1500. هنا تيقول لك سالاري ما بقاش خدامه، انتما ذلك تحت منها واحد الخط احمر، يعني ما بقاش يشوف انه شحال اسمها سالاري، لا ولا سميتها اس. هنايا غتجي الاس غتلاحظ انه غادي يطبع ليا نفس الحاجه اللي هي احمد 1500، وهذا الشيء اللي كيوفر لنا ديستراكتورينغ الخدمه وسهله وبزاف. يعني كيقول لك انك مثلا باش تتعرف واحد الخاصيه جديده كتكتب السميه ديال الخاصيه الجديده، كتكتب جوج ديال النقط، كتكتب ليه هنايا نيو نيم، وكتقول ليه هنا يساوي هنايا ديفولت فالي وبكل سهوله. هذه هي اول حاجه معنا في هذا الدرس، وكنتمنى انكم فهمتوا. انتما بالنسبه للقاعده هي كالتالي، انتما عندنا نيو بروب تجلد جوج النقط، انتما نيو نيم كيساوي اش؟ كيساوي هنايا ديفولت فاليو، وبكل اختصار نقولها عندك في شي ورقه باش ما عمرك ما تلف. دابا ندوزو لثاني حاجه معنا في هذا الدرس اللي كيوفر لنا الديستراكتورينغ، هو اشنا هي؟ اللي كيفاش انك تشد واحد الخاصيه في وسط المزدوجات وتعاود ثاني تخدمها في وسط المزدوجات. يعني شنو كتعني عبد الصمد؟ قلنا حنايا دابا تعرفنا على كيفاش اننا نعرفوا واحد الخاصيه جديده ما كاينش عندنا في الاوبجيكت. يعني تخيل معايا انا بغيت ندير فول نيم وبغيت نوصل لهذا الفيرست نيم وبغيت نوصل لهذا لاست نيم في وسط اش؟ في وسط هذه المزدوجات هذو، كيفاش غادي ندير؟ هانتوما تيقول لك ساهله عن طريق الديستراكتورينغ، قال لك اجي عرف هنايا الخاصيه الجديده ديالك، مثلا نقول هنايا فول نيم هانتوما، وقال لك جين يساوي هنايا نخدموا هذا التمبليت سترينغ، قال لك هنايا بمجرد انك تكتب السميه ديال الخاصيه هنايا، هانتوما هنايا سميتو اف نيم
انتما هنايا فهمك شنو بغيتي، قال لك بما انك فصل المزدوجات بغيتي افنم، يعني انت هيك تطلب هادي، يعني هنايا شنو بغيتكم انا تفهموا انه يمكن لاي خاصيه عرفتيها فصل المزدوجات انك تعاود تخدمها فصل المزدوجات نيم. انتما هنايا نقول لي مثلا، نقول لي هنايا فاصله ونقول لي هنايا لاست نيم. انتما نجي تاني هنايا ونقول لي مثلا هنايا لاست نيم، نجي هنايا سيف ونمشي نقول لي هنايا كونسول دوت لوك اش فول نيم، ونجي نشوف واش غادي يقول لي بلي عندي ايرور ولا لا. انتما فول نيم، نجيو هنايا السيف هانتوما، ونجيو نلاحظو هنايا شنو غادي يطبع لينا. هانتوما طبع ليا سميتو الفيرست نيم واللاست نيم، وما عندنا حتى شي مشكل، يعني هادي هي تاني حاجة معانا في الدوس يكوفر علينا ديستراكتورينغ. هانتوما يمكن تخدم خاصية معينة في الداخل ديال المزدوجات نيت، يعني هادي هي تاني ملاحظة معانا في الدرس. دابا تالت حاجة معانا هي كيفاش كنتعاملو مع ديستراكتورينغ في الفانكشن، يعني شنو كنقصد أننا نتعاملو بديستراكتورينغ في الفانكشن. هانتوما نجيو هنايا، عندما تخيل معايا دابا حنايا عندنا واحد الفانكشن معين، دابا نمسحو هادشي، عندنا واحد الفانكشن، وهاد الفانكشن اشنا هو الضوء ديالها مثلا، هو مثلا print full name، يعني مثلا كطبع علينا full name، سمحوا لي انا نقلب اللغة. وتخيلوا معايا انه هاد الفانكشن هاجي كتقبل واحد البارامتر، وهاد البارامتر هو عبارة عن object، وحنايا في الداخل اننا بغينا نجيب مثلا console dot log person dot first name وهنايا person dot last name، باش انه يطبع علينا مثلا النيم كامل. هانتوما نجيو هنايا، انتما قلنا انها تتقبل واحد الاوبجيكت اللي هو مثلا نسميه دابا مثلا بي، ونقول لي مثلا هنايا كونسول دوت لوغ، انتما نقول لي هنايا بي دوت مثلا فيرست، انتما هنايا فيرست نيم، ونقول لي هنايا بي دوت لاست نيم، ونجي هنايا نقول لي مثلا نشغل الفانكشن ديالي، نقول لي مثلا برينت نيم، ونمروا هنايا الاوبجيكت ديالنا، نقول لي هنايا بيرسون، ونجيو هنايا سيف، ونمشيو نشوفو شنو غادي تلاحظو هنايا في الكونسول عندنا. هانتوما كما كتلاحظو انه في الكونسول عندنا ما عندنا حتى شي فرق، انه طبع ليا هنايا مثلا احمد محمد، ولكن انا ماشي هادي هي الطريقة، انا بغيت نخدم ديستراكتورينغ عن طريق الفانكشن. يعني شنو كيعني انك تخدم ديستراكتورينغ عن طريق الفانكشن؟ هو انه قالك تجيبي الاقواس ديالك، يعني هنايا كتجيبي الاقواس ديالك، وكتجيب هنايا جوج ديال المزدوجات، وهنايا شنو كتعرف؟ كتعرف السمية ديال الخصائص كيما هما، نقول لي مثلا هنايا فيرست نيم، ونقول لي هنايا مثلا لاست نيم. انتما ما بقيناش هنايا محتاجين لهاد بي، يعني شنو كيعني هادشي؟ انه الاوبجيكت اللي غادي نمر انايا هنايا في الارغيومنت شنو غادي ليه؟ غادي ليه مي غادي تمر هنايا كبارامتر، هنايا غادي ليه ديستراكتورينغ. وهنايا تلاحظوا انه كاين حتى شي فرق. انتما هنايا مشيو هنايا ونجيو هنايا السيف، انتما تلاحظوا انه كاين هنايا احمد محمد. الا جيت لهنايا وقلت ليه ثاني هنايا نعرف خاصية جدا، نقول ليه مثلا هنايا سالاري، ونقول ليه مثلا هنا يساوي 50، ونجي لهنايا ونقول لك كونسول دوك سالاري، ونجي هنايا السيف، واجي نشوف شنو غادي تلاحظوا في الكونسول انه ما كاين حتى شي فرق. نفس القواعد اللي تعلمنا في ديستراكتورينغ هما تيطبقوهم هنايا. وكان هذا هو الدرس ديالنا، وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفاده من هذا الدرس، ولكن شي ملاحظه بخصوص هذا الدرس خليهم لي في الكومنتير، وخليت لكم الراحه.